ومعنا أيضا عبر الهاتف النقيب رضا السلمان، المدير المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي في الإدارة العامة للإطفاء. النقيب رضا، ما حصيلة تدخلاتكم مع استمرار هذه الموجة من الغبار؟ نعم، نقول بالبداية مساء الخير وشاكر لكم الحقيقة المتابعة وحسن الاطلاع على الجهود اللي تقوم فيها الإدارة العامة للإطفاء، خاصة من ناحية الاستعدادات والجهوزية والتحرك للتعامل مع مختلف البلاغات. نبدأ حديثنا عن البلاغات اللي تلقاها مركز العمليات. وصل لنا أكثر من 25 بلاغ يفيد بتعطل مركبات على طريق السالمي الواقع شمال البلاد بسبب انغلاق الطريق، ويعني هذا كله يعود إلى العوامل الجوية وأيضا الرمال اللي أغلقت الطريق، و يعني اصبح بشكل متعطل. فيعني على طول توجهت عندنا فرقه من مركز الاسناد مزوده بثلاث منشات، وهي الان حاليا قاعده تتعامل طبعا مع هذه البلاغات اللي يعني ذكرناها. الحمد لله انه ما في اي اصابات بشريه، يعني الحوادث حتى اللي يعني وردتنا على مركز العمليات هي حوادث بسيطه واعتياديه مصاحبه للعوامل الجويه. احنا طبعا ما نرجو ويعني نامل من اخواننا المواطنين المقيمين في هذه الاجواء اللي تكون فيها العوامل الجويه غير مستقره، خصوصا ان يعني اداره الارصاد الجويه اعلنت بوقت مبكر اليوم واصدرت يعني تحذيرات من عدم استقرار الحاله الجويه وهبوب رياح تفوق سرعتها 70 كيلومتر بالساعه، الاضافه الى ايضا انخفاض الرؤيه الافقيه الى اقل من 500 متر في بعض المناطق، ويعني بعض المناطق ايضا قد تكون معدومه. فهذا يتطلب منا زياده الحرص، يتطلب منا ايضا اخذ الحيطه والحذر اثناء السير في الطرقات. قد يكون في هناك بعض العوالق يعني تتضاير في الطرق وتغلق الطريق وتسبب في حوادث. اخواننا مرتاد البحر ايضا يعني احنا ان شاء الله شفنا عندهم الحرص الكبير ويعني اطلاعهم الدائم على حاله الارصاد الجويه، وهذا اللي يعطينا مؤشر جيد ان لم ياتينا اي بلاغ يعني فيما يتعلق بالاحوال الجويه في البحر. ايضا عندنا احنا يعني في مثل هذه الاجواء دائما علينا يعني البقاء في المنزل، عدم الخروج الا الضروره القصوى، خصوصا اذا كان طبعا يعني كانت الاجواء عندنا في المنطقه اللي احنا ساكنين فيها غبار وهواء شديد، هذا قد تتسبب احيانا يعني خصوصا الاخوان او الاخوات اللي عندهم طبعا مرضى الربو. يعني الحمد لله يمكن الدكتور احمد الشطي شرح كثيرا حول هذا الجانب، لكن احنا اليوم نقول ان طبعا جميع مراكز الاطفاء البريه والبحريه على هبه استعداد تتلقى اتصالاتها او يعني على هاتف الطوارئ 112. هذا كله يعني اليوم احنا اللي نعمله في يعني يكون في سلامه اخواننا المواطنين المقيمين، وهذه الحادثه ان شاء الله يعني تعدي ولا يصبح منها يعني وينتج عنها اي حادث يا رب. النقيب ضرار رضا السلمان، عفوا، في توجيهات اخرى تحب توجهها للمشاهدين لضمان سلامتهم؟ نعم، انا اود ان اؤكد ان طبعا مراكز الاطفاء خصوصا في المناطق يعني البريه عندنا يعني في جنوب البلاد او شمال البلاد ابوابها مفتوحه، وهي طبعا يعني ممكن انها تصبح مكان لايواء طبعا يعني الاشخاص الذين لا يستطيعون السير واكمال طريقهم خصوصا في هذه الاجواء. نستقبلهم في مراكز الاطفاء، رجال الاطفاء ايضا هم على اهبه استعداد للتعامل مع اي بلاغ. ما نرجوه هو يعني متابعه الحاله الجويه باستمرار هذه الايام، خصوصا يعني علينا الحرص اثناء السير، يعني عدم ايضا الوقوف بشكل مفاجئ. يمكن اخواننا في الاداره العامه للمرور دائما يعطونا هذه الرسائل اللي طبعا خصوصا اثناء سير المركبه عدم تشغيل اللي هم فلاشرات التوقف، لان هناك مركبات تعتقد ان الطريق متوقف وقد يكون لا سمح الله ان يعني ينتج عن ذلك حادث مروري. ايضا يعني عندنا احنا طبعا مراكز الاطفاء مثل ما ذكرنا هي على اوبس استعداد في جميع المراكز، و نتلقى الاتصالات على هاتف الطوارئ 112. شكرا جزيلا النقيب رضا السلمان، المدير المسؤول لمواقع التواصل الاجتماعي في الإدارة العامة للإطفاء.